مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ونجدد الترحيب ونواصل الحوار مع الاعلامي الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، واحنا بصدد الانتقال مع حضراتكم لعدد من القضايا والنقاط المهمه جدا المتعلقه بالثقافه العامه خاصه بالطب الرياضي والتغذيه السليمه وبعض الامور السلبيه اللي المفروض نتفادى التعرض لها لانها لها اخطار كبيره جدا على صحه الانسان بشكل عام والرياضي بشكل خاص. خلينا نتوقف بس مع نموذج من النماذج المضيئه في النادي الاهلي عشان نسمع كلمات مهمه وتعقيب مهم من أستاذنا الأستاذ إبراهيم حجازي عن هذا اللاعب صاحب الخبرات والعطاء الكبير جدا على مستوى الكرة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي على وجه التحديد. نجمنا حسام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي منتخب مصر احتفل بالفعل بعيد ميلاده أمس، عيد ميلاده رقم 33، تم 33 سنة، وكل سنة وأنت طيب طبعا يا كابتن حسام وقائد النادي الأهلي وكابتن فريق النادي الأهلي وصاحب الإنجازات الكبيرة جدا. هو من مواليد 9 مارس 86 وهنعرف تفاصيل أكتر من خلال التقرير التالي عن هذا اللاعب اللي حقق وشارك وخاض أكتر من 500 مباراة وحقق عدد من البطولات تجاوز 33 بطولة مع ليتوج مسيرته بدأت بالفعل من 19 سنة مع الأهلي ومستمرة حتى الآن، ومزيد من النجاح لهذا اللاعب وهذا النجم الكبير حسام عاشور. خلينا نشوف مع حضراتكم مع أستاذ إبراهيم حجازي المزيد في التقرير التالي. مسمار نص الملعب، الدينامو، قلب الأسد، كلها ألقاب ارتبطت باسم حسام عاشور قائد النادي الأهلي الذي يتم عامه 33 منها 15 عاما مرتديا لقميص الفريق الأول. ولد حسام عاشور سنة في 9 مارس عام 86 بالقاهرة، بدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف ناشئ النادي الأهلي، ظل يتدرج في الأعمار السنية إلى أن تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وكان ذلك في عهد البرتغالي توني أوليفييرا يوم 21 نوفمبر 2003 ليشارك أمام الزمالك في أول مبارياته الرسمية مع الفريق الأول. بدأت رحلة عاشور مع حصد الذهب والتتويج بالبطولات مع البرتغالي مانويل جوزي الذي اعتمد عليه بشكل أساسي ليحصد لقب الدوري الممتاز الغائب عن جدران القلعة الحمراء منذ موسم 99-2000 وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2005. شارك عاشور في 500 مباراة مع الأهلي سجل خلالها 3 أهداف، هو أكثر لاعب شارك مع النادي الأهلي منذ عام 2000 ودخل تاريخ النادي من أوسع أبوابه، وذلك عندما حمل شارة الكابتن ليصبح من أصغر من حملوا شارة القيادة في تاريخ النادي الأهلي، وكان ذلك في مباراة الدور الثاني من موسم 2009-2010 أمام اتحاد الشرطة، كما يعتبر لاعبا من بين 4 لاعبين شاركوا في جميع مباريات كأس العالم للأندية، وهم محمد أبو تريكة، وائل جمعة، شادي محمد، بالإضافة إلى حسام عاشور. حصد عاشور مع النادي الأهلي كل الألقاب التي تصل إلى 34 لقب، من أهمها دوري أبطال إفريقيا 5 مرات أعوام 2005 2006 2008 2012 و2013 بجانب لقب الدوري الممتاز 11 مرة، كما حصد لقب كأس السوبر المصري 9 مرات وكأس مصر 3 مرات والكونفدرالية الإفريقية عام 2014 وكأس السوبر الإفريقي 5 مرات أعوام 2006 2007 2009 2013 2014 بجانب حصوله على برونزية كأس العالم للأندية 2006. يعد حسام عاشور أصغر لاعب يقتحم نادي 100 مباراة في بطولة إفريقيا، وذلك يوم 8 مارس 2014. شارك لأول مرة في مباراة إفريقية مع الأهلي أمام أياكس كيب تاون، وذلك في يوليو 2005. هو صاحب أسرع هدف للأهلي في مرمى طلاع الجيش، وكان ذلك في الدوري يوم 20 أغسطس 2010 بعد مرور 33 ثانية فقط من بداية المباراة. كما يملك عاشور رقما قياسيا يصعب تحطيمه، حيث شارك في 154 مباراة ببطولات إفريقيا. كل سنة وانت طيب يا عاشور.
رأي حضرتك إيه في اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ الكرة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص حسام عاشور؟ أنا عايز أقول بيبقى دايماً الإنسان اللي يقدر يكمل يعمل ده، يعني لما نشوفه عنده 33 سنة وعامل 33 بطولة، يعني تبالك يعني أو 34 بطولة أيا كان، عامل 500 مباراة. إنما لما يبقى في لاعب بيعمل ده، تعال بقى بص على السمات بتاعته، هو شخصيته إيه. ده واحد أنت تشوفه بيلعب بس ما بتكلمش، يعني عمرك ما تسمع إن حسام عاشور ده عمل مشكلة. ده بيفكرني بأسامة عرابي على طول، واحد من أحسن الناس اللي لعبوا في الحتة دي برضه، وقعد برضه مسمار في نص الملعب ده كده. خلي بالك المركز اللي بيلعب فيه عاشور وأسامة عرابي اللي هو المدافع، يعني اللاعب الوسط المدافع ده بيعمل الشغل يعني كل الشغل اللي فيه زحلقات واللي فيه واللي ممكن يعمل فيه فاولات واللي بيعمل ده، لأن هو ده بيأمن حتة معينة. خدت بالك؟ انما انا عايز اقول انت ده يكمل ليه المشوار الكبير، أسامة عرابي يكمل ليه المشوار الكبير ده، لان هو تعالى شوف بقى السمة الشخصية بتاعته، الهدوء، ان هو انت مركز في الكوره، انا مركز في الكوره، هقعد اتكلم بقى واعمل يعني مش عامل شركه نخل بقى ولا بتاع ده او اي حاجه شغل نفسي، لا مركز في الكوره. برضه في مصر، ما اعرفش يمكن في العالم كله، في ناس بتبقى جامده جدا انما ما بياخدوش حظهم في النجوميه والجماهيريه الاضواء والاعلام. والاعلام ده أسامة عرابي كده وحسام عاشور كده، حسام عاشور يعني يستحق. احنا عندنا أكثر. عندنا بنكتب عن اللعيبه المشاغبه، تلاقي لاعب عامل مشكله في نادي على الاعلام بقى والمشاكل اللي بتحصل منه، فجايب لك صوره مثلا واخده مثلا على 3 عمود ومثلا واخده لغايه اكتر من نص ساعه صوره بالكامل ليه، وده اصلا بيكلموا على واحد عامل مصيبه. قال انت بتكافئ بالصوره دي، انت بتكافئ بده، ده انت كان المفروض ما تاخدوش صوره، او يعني انت بتتكلم على ده حاجه عامل مصيبه. احنا عندنا حاجه غلط بقول لك، انما اللعيبه وفي كل على فكره. حضرتك كنت حريص على الجانب ده مع فريق العمل لما حضرتك كنت رئيس تحرير الاهرام الرياضي، ان اللاعب اللي هو بيقدم نموذج سيء لا اعطيه المساحه لا 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 طبعا طبعا لا 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 لا, لا. ما احنا مش عايزين نبقى مشاركين في المساله، لازم ازاي انا يعني ازاي حتى الموضوع ما ادلوش الحدث، دايما الحدث السلبيه حتى لو عايز اعمل حطها في مساحتها، ادي المساحه دي لحاجه ايجابيه، والا كل لاعب هيتحول لنجم. ايوه عشان يتكلم عليه، انت دلوقتي مش بتشوف ناس بيعملوا مشاكل، ناس بتدعوا ان هم فنانين، او مره طلع في لقطه وبيهرش في ودنه كده، او حد او الراجل طلع البطل بيديله على قفاه طلع في لقطه يقول لك انا فنان، فتلاقيه عايز يعمل مصيبه، يطلع في صور عريان، يطلع في واحد مره نزل في ماتش كوره جري بالجلابيه في الملعب، 3-4 قنوات استضافته يا استاذ. ما احنا في فكر، فاحنا في انا المساحه الحاجه السلبيه ما ادلوش مساحه، المساحه الاقدر بيها حاجات ايجابيه، نماذج ايجابيه. خدت بالك؟ وهي دي خطا من شائع عندنا يعني، خدت بالك؟ حسام عاشور واحد من اللي ظلموا اعلاميا حقيقه. بس هي في نفس الوقت حضرتك بتقول ده خطا في تقديرهم اعلاميا، سواء النجوم يعني مع حفظ الالقاب للجميع اسامه عرابي وحسام عاشور يستحقوا اهتمام اعلامي اكبر، بس في نفس الوقت حضرتك شايف ان ده ميزه انهم لم ينشغلوا بالمشكلات ولا الاعلام ولا الصحافه وركزوا في نجاحهم. هو ما ملوش، هو ما انشغلش، انما ده انا اعلامي اتكلم عنه. حضرتك بتقول هو نفسه انا دور عشان اقول الانسان الكويس الملتزم ده، انا بتكلم عن ياخد مكان، مش ان هو يعمل حوار مع مجله لا لا مش القصد ده، انا اديله مكلم عنه اديله حقه صح. فانا عايز اقول له كل سنه وانت طيب، عايز اقول له انت واحد من ان يعني قدر يحط في النادي الاهلي او يسجل اسمه حقيقه حروف من نور، حروف من نور بفعلا في تاريخ النادي وفي البطولات، انسان لا مشكله ولا خناقه ولا حاجه، واداء وما تسمعش صوته ورصيد انجازات انا ما سبحان الله ان كلام حضرتك يعني مقارنه بينه وبين كابتن اسامه عرابي في لقاء سابق معانا في قناه الاهلي، قال كابتن اسامه عرابي الاقرب لشخص لنفسه على مستوى لاعبي كره القدم في مصر وفي النادي الاهلي، قال حسام عاشور قال اقرب لي فكره الاستمراريه في الملعب، الالتزام بالجانب الخططي والتاكتكس وتكليفات المدرب في وانه مفيش مشاكل ومفيش صوت بيلعب ارزل مركز، مع ان كابتن اسامه لعب في المركزين، لعب في نفس المركز الهاف ديفندر وتفوق طبعا كهاف يعني ده لعب هاف ليفت، وكان كابتن روري الله يرحمه في مع كوتوكو لعب باك ليفت، لا لعبه في باك ليفت وهاف ليفت وشغال وبيلعب كل حاجه، ولا عمرك ما تسمع له كلمه. انا بحييه. هنرجع لموضوعات ثانيه مع حضرتك ومع مشاهدينا، لكن كان عندنا كمان تقرير بيرصد اراء عدد من جماهير النادي الاهلي، بيقولوا كل سنه وانت طيب لنجمنا حسام عاشور، وبيقولوا رايهم في اللاعب حسام عاشور صاحب ال 19 سنه مساهمه وانجازات مع النادي الاهلي و 33 بطوله و 500 مباراة والأكثر تتويجا بين اللاعبين على مستوى مصر والنادي الأهلي.
كل سنة وانت طيب يا كابتن، ودايما نشوفك في مكانة كويسة ان شاء الله مع الاهلي ومع المنتخب، وان شاء الله انت من الكوادر الكويسة جدا في مصر، وان شاء الله ليك مستقبل باهر. سلام حضرتك طيب، وانت راجل بمعنى الكلمة في الملعب، ومتعت كتير، وربنا يكرمك ويكرم النادي الاهلي كله وجماهير النادي الاهلي، ويعود عليكم الايام بالصحه والخير جميعا، ويسترها معاكم وشد حيلكم في البطوله الافريقيه، مش عايزينها تطلع من مصر. كل سنه وهو طيب، كل سنه وهو في النادي الاهلي، كل سنه وهو بيجمع بطولات للنادي الاهلي، كل سنه وهو اكتر واحد معاه بطولات في النادي الاهلي، وان شاء الله 53 سنه ما تعتزلش، مش قبل 33 والكلام ده، ما ينفعش تسيب النادي الاهلي دلوقتي لان احنا محتاجينك. انت احسن واحد، احسن جندي مجهول في النادي الاهلي من زمان، وانت مظلوم يعني ما رحتش المنتخب قبل كده، ما كانوش بيهتموا بيك، انت احسن واحد في النادي الاهلي في خط النص من زمان، ديفندر يعني 10 على 10، ابن النادي الاهلي وراجل في الملعب، المسمار اللي الفرقه كلها ما بتقدرش تعدي نص ملعب الاهلي بسببه، وكابتن مصر، واتمنى له حياه سعيده. كل سنه وانت طيب يا كابتن حسام، ويا رب دايما كده في احسن واحسن يعني، واداء احسن، ويشرف النادي اكتر واكتر يعني. كابتن حسام عاشور طبعا قائد النادي الاهلي، كل سنه وانت طيب يا كابتن، ومزيد من التقدم في النادي الاهلي، وبطولاتك اكتر من نوادي كتير يعني، بطولاتك الفرديه اكتر من اي نوادي ثانيه، ومحدش هيقدر يقارنك باي حاجه، وطول عمرك معانا ومسمار خط الوسط بتاعنا. كل سنه وانت طيب يا كابتن حسام، خط الوسط من غيرك ناقص كتير، وعايزينك ترجع بالسلامه من الاصابه عشان انت وحشنا جامد، واقول له كل سنه وانت طيب، و33 سنه سعاده، 33 سنه بطولات ان شاء الله.